وعشان كده عايز اروح مع حضرتك لشرق القاهره. القاهره من اكثر المدن ازدحاما على مستوى العالم، من صحيح. اهم التطويرات في الطرق والشغل اللي حصل كان حاصل في حي مدينه نصر وحي مصر الجديده، اللي جغرافيا بيوصلوا الى العاصمه الاداريه وطريق السويس. في شغل كتير حصل في اعاده تاهيل الطرق وتغيير المسارات وبناء الكباري وتوسيع الطرق في شوارع مصر الجديدة ومدينة نصر. في الوقت تمام ده الناس ابتدت تقول هو ايه اللي بيحصل، واحنا اتغير الشكل بتاع مدينة نصر ومصر الجديدة، الحدائق اتشالت، احنا ما بقيناش عارفين نروح لبيتنا، بقينا بنتوه في يوتيرن اتشال من مكانه وما بقتش عارف اوصل لبيتي، الكوبري ده بقى بيودي لحتة تانية وانا كده تايه. كانت النغمة موجودة بصوت عالي جدا في خلال العام الماضي وابتدت تقل مع الوقت. لو هنتكلم تحديدا عن تأهيل الشوارع في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر بعد ما ابتدينا نشوف الانسياب المروري في هذه المنطقة تحديدا، ووصلنا تقريبا لجزء كبير من التطوير المنتظر في هذه المنطقة، حضرتك بعد سنة تقدر تقول ايه للسادة قاطني هذه الأحياء؟ هم اللي يقولوا يعني. الاول صباح الخير يا حسام بيه، واهلا صباح وسهلا النور يا بيك، فندم. وانا أهلا بيك سعيد دكتور بوجودي حسن، معاك انت والاستاذ الجمانه، لكن انا يعني نورنا يا ردا فندم. على السؤال ده نرجع لاهالي هذه المناطق. انا اشتغلت في تطوير مصر الجديده في اول مرحله من المراحل، وكانت الناس بتشتكي ومش عاجبها اللي بيحصل، لكن انا عايز اقول لك من خبرتي كراجل متخصص في مجال النقل ان الجديد دايما غير مقبول. يعني الناس اللي نشات وشافت شكل الشارع وشكل الميدان وشكل الرصيف، لما تيجي تقول لهم انا هعمل حاجه جديده فدايما على طول يقابلك بالهجوم من غير ما يشوف المردود دي. لكن طبعا اهالي هذه المناطق لما انتهت اعمال التطوير وشافوا حجم المنافع اللي عادت عليهم وانسيابيه حركه المرور اللي كانت هذه المناطق عشان تمر فيها بتقعد فتره طويله وتستهلك وقود بتستهلك اعصابك كمان من الزحام المروري، وبتبقى رايح شغلك وانت في حاله مشدود كده ما انتش ريلاكس عشان تروح تشتغل، هذا الكلام اصبح دلوقتي غير موجود، وتستطيع انك تمر من هذه المناطق في دقائق معدوده. كمان عندنا مناطق اصعب، يعني منطقه حلمية الزيتون والمطريه وفتح محاور مروريه في هذه المناطق، كلنا نعلم ان كان ممكن تقعد بالساعات عشان تمر من هذه المناطق بسبب للأسف. الزحام المروري اللي موجود. طيب الهدف هو كده بس؟ لا، الهدف مش كده، ده الهدف الارتقاء كمان بالبيئه العمرانيه لهذه المناطق ونقل المناطق غير المخططه لو حطينا يا ومميزات فندم، المرور الى المناطق اكثر امانا. لو حطينا نقاط 1 2 3 4، الفايدة العائدة على المواطن والفايدة العائدة على الدولة من تجديد هذه المناطق، حلمية الزيتون ومصر الجديدة ومدينة نصر والمناطق المحيطة بها والمطرية. يعني الفايدة المباشرة على المواطن هي الانتقال بشكل أسهل، تقليل أزمنة التأخير والديلي تايم اللي كان موجود، تقليل الانبعاثات الغازية من الزحام المروري، وبالتالي تحسين البيئة بالنسبة للمردود على الدولة. أنا النهاردة رايح أطور منطقة شرق القاهرة بالكامل علشان اربط مناطق شرق القاهره باعتبارها مدخل للمدن العمرانيه الجديده اللي تم انشائها، اللي مش بس العاصمه الاداريه، يمكن العاصمه الاداريه هي الابرز في الصوره، لكن عندنا كمان تجمعات شرق الدائري اللي منها المستقبل والشروق والقاهره الجديده وبدر وغيرها من المدن العمرانيه الجديده، اللي انا رايح اخلخل الكثافات السكانيه وانقلها الى هذه المدن. فلا بد ان يكون في عندي ادوات جذب. يعني النهارده اول سؤال بيساله المواطن لما تقول له روح مكان جديد للعمل او انك تسكن هناك، هروح في قد ايه؟ هيسال اروح ازاي؟ فهروح ازاي ديا لما نوفر شبكه نقل بري من خلال تطوير محاور الطرق اللي موجوده. مش كده وبس يا فندم، ده احنا عندنا المونوريل اللي هيربط تجمعات شرق الدائري والعاصمه الاداريه الجديده بمناطق مدينه نصر بطول 65 كيلو و21 محطه علويه. عندنا القطار الكهربائي ال ار تي اللي هيربط العاشر من رمضان بتجمعات شرق الدائري والعاصمه الاداريه الجديده. عندنا القطار السريع اللي هيكون ليه محطه في العاصمه الاداريه الجديده ومحطه في القاهره الجديده ومحطه
في السادس من اكتوبر وغيرها من المناطق اللي انا بشجع وتيره التنميه بان انا بوفر ادوات جذب تشجع المواطن انه يروح يشتغل او يسكن في هذه المدن الجديده. طيب نقطه اخيره في هذا الملف دكتور حسن.